شعبنا يوم الفداء فعله يسبق قوله، لا تقل ضاع الرجاء إن للباطل جوله. كان الموسيقار فريد الأطرش رحمه الله قوميا بامتياز، وكانت مدرسته في الألحان الوطنية والقومية مدرسة مستقلة عز نظيرها. كان يختار المناسبة وينتقي لها الكلمات الجميلة الراقية بعناية فائقة، ثم يضع لها الألحان الآسرة ويؤديها كدأبه بكل صدق وإخلاص، بحيث تتناغم الكلمات مع ألحانه الشجية وأدائه الصادق، فتنساب إلى القلوب وتدخل أفئدة الجماهير العربية، فترتفع بها حناجرهم وترددها ألسنتهم دون كلل أو ملل. لقد كان صوت العرب وأول فنان ينشد الوحدة العربية ويتغنى بها وهو يطير على بساط الريح. وأذكر أنه في مطلع عام 1952 طلبت مجلة الكواكب من الفنان الكبير الراحل شادية أن ترشح بعض أهل الفن للدور السياسي الذي يصلح كل منهم له لو طلق الحياة الفنية واشتغل بالسياسة، فاختارت للموسيقار فريد الأطرش دور أمين الجامعة العربية. ولعمري لقد صدقت، فقد كان مؤهلا أكثر من غيره لهذا الدور. عزيزاتي أعزائي، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، ومرحبا بكم في هذه الصفحة الجديدة من صفحات من ذاكرة الزمن الجميل. وإليكم في هذه الكبسولة الحلقة الرابعة من أطرشيات، وهي كما سبق أن نوهت سلسلة مقالات كتبها لمجلة الموعد الأستاذ محمود لطفي، مستشار جمعية المؤلفين والملحنين ومحامي الموسيقار، بل أحد الأصدقاء المقربين منه جدا والذي كان محط ثقته الكاملة، وله توكيل عام يبيح له التصرف المطلق في شؤونه المالية، كما كان الوحيد الذي يعرف القن السري لخزنة ماله. وفي هذه الحلقة يتحدث الأستاذ محمود لطفي عن وطنية فريد الأطرش، ويعرج ليتحدث عن ميلاد نشيد الفداء عام 1967 على إثر النكسة، حيث يستنهض الموسيقار همم العرب ويشحذ عزائمهم ويمنيهم بالنصر القريب. وستجدون أحد روابط هذا النشيد في صندوق الوصف، وتجدر الإشارة إلى أن الموسيقار يختمه بالتكبير والتهليل لا بالأذان، ولحظات ممتعة. كتب الأستاذ محمود لطفي: كان الموسيقار الراحل صورة مجسمة للوطنية، محبا لبلده يعتز بمصريته، يشارك بروحه وإحساسه في كل مناسبة وطنية، وكان يتألم كثيرا إذا لم يستدعه أحد للمشاركة بفنه في عيد وطني. وكانت احتفالات 23 يوليو/تموز من كل عام تمثل بالنسبة له حسرة وألما، ويظل يجوب أرجاء منزله ويحدث نفسه: لماذا لم يستدعني أحد للمشاركة في هذا العيد؟ هل يجوز لي أن أقتحم الحفلة ومعي الفرقة الموسيقية وأقول أنا عايز أغني وشارك؟ وهل يليق بالفنان أن يقف بالباب ويطرقه ويقول: يا ناس لازم أكون معاكم في الليلة دي؟ ثم يجيب فريد: أبدا، لا يمكن أن يحدث مثل هذا، أنا قاعد في بيتي لغاية ما يعرف المسؤول عن هذا الحفل أنني موجود، ولا يليق بي أن أذهب إلى مكان الاحتفال دون دعوة، والرئيس عبد الناصر وضيوف قاعدين، وأعمل غلطة بروتوكولية. وفي عام 1967 كانت النكسة، وبدأت الدماء تغلي في جسد الموسيقار المريض، وبدأ الحزن يسيطر على حياته لما أصاب بلده، ورفض أن يعود إلى القاهرة الكثيرة. وفجأة انتفض الموسيقار الراحل وطلب مؤلف الأغاني عبد الجليل وهبة، وجلس يشرح له ما يجيش بصدره، وأن العرب لازم أن يقفوا على أقدامهم مرة أخرى، وأنه لازم نحارب، لازم نعمل حاجة، وأن العرب إذا كانوا قد خسروا معركة
فليس هذا كافيا لأن نستسلم للكلاب، وهذا تعبيره بالحرف الواحد. وفي اليوم التالي حضر إليه الشاعر عبد الجليل وهبة وسلمه نشيدا، هذا النشيد هو نشيد شعبنا يوم الفداء، ومقاطع النشيد تقول: لا تقل ضاع الرجاء، إن للباطل جولة. وفي نهاية النشيد أذان ينادي على العرب: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. وبدأ الموسيقار الراحل تلحين النشيد وانتهى منه، وبدأت البروفات مع الفرقة الموسيقية، ثم توجه للاستوديو لتسجيله، واتصل بصديقه الأستاذ جلال معوض لأخذ رأيه في الكلمات، فهنأه على حسن الاختيار. ثم اتخذ الموسيقار قراره: لا بد أن أرسل هذا النشيد إلى جميع الإذاعات العربية ليذاع فورا. وطلب من الاستوديو إعداد النسخ اللازمة بعدد الدول العربية، وتوجه إلى السفارات العربية في بيروت، وسلم كل سفير نسخة، واستدعاني من القاهرة، وسلمني نسختين لإذاعة القاهرة، وأحضرت الشريط وأذيع. وبعد أسبوع تلقيت مكالمة تليفونية من الموسيقار الراحل، وأبلغني أنه ليس كافيا ما فعله، لا بد من تصوير النشيد تلفزيونيا. وقلت له: فكرة كويسة. وفي اليوم التالي كان استوديو القناة الحادي عشر في تلفزيون لبنان يبني الديكورات، وبدأ التصوير، وأرسل لي نسخة من الفيلم سلمتها لتلفزيون مصر، وقام هو بتسليم النسخ إلى السفارات. وهدأ فريد ودفع كافة التكاليف من جيبه الخاص، وقال: ده أقل شيء أعمل نحو بلدي، يريتني أستطيع أن أحارب، يريتني كنت في حالة صحية تسمح لي ألف على جميع معسكرات الجيوش العربية وأغني لإخوتي الجنود هذا النشيد. وتحضرني في هذا المقام رائعة أخرى في أكتوبر 1973، وكنت مع الموسيقار في باريس، وتركته الساعة الثالثة ليستريح بعض الوقت على أن أعود له في السابعة مساء. وفي الساعة الخامسة استمعت إلى الإذاعة الفرنسية، وكان الخبر الأول عندها هو قيام الحرب في الشرق الأوسط، ودخول مصر الحرب ضد إسرائيل، وأن مصر انتهزت فرصة عيد الغفران عند اليهود، وهاجمت الجيوش الإسرائيلية في سيناء. واتصلت تليفونيا بالموسيقار الراحل في فندق برانس دوغال، وقال عامل التليفون إن الموسيقار طالب بعدم الإزعاج وعدم تحويل أي مكالمات إليه قبل الساعة السابعة. فقلت لعامل التليفون: أنا صديقه ومحاميه، وعندي رسالة عاجلة من القاهرة تهم أعماله، ولا بد من أخذ رأيه في الموضوع حتى أرد على القاهرة، حيث ينتظرون رأينا لتوقيع عقد هام. وبعد حوار طويل وافق عامل التليفون على أن يحول المكالمة للموسيقار، فاستيقظ فزيعا وقال: خير يا محمود، لازم في حاجة وحشة، أرجوك ما تخبيش علي. وقلت له: مصر حاربت إسرائيل، والرئيس السادات أمر بالحرب. فرد الموسيقار: الحمد لله، هذا أسعد خبر أسمعه منك، أنا دلوقتي استريحت، لازم كان يحصل كده، لازم نموت كلنا يا محمود، ولا يبقى الحال كما هو عليه، تعال فورا علشان نتابع الأخبار. وجلست معه في جناحه في الفندق، وكان معه في رحلته هذه خطيبته السيدة سلوى القدسي، وجلس الموسيقار أمام التلفزيون، وجلست أنا أدير مفتاح الراديو باحثا عن المحطات العربية أو إذاعة القاهرة، ولكن بدون جدوى، وكانت الأخبار التي يذيعها التلفزيون الفرنسي كلها سيئة وضد العرب. وقال الموسيقار: أنا بعتقد يا محمود أن فيه تحيز، أطلب للقاهرة وأطلب لبيروت. وظل على نار يترقب المكالمتين، وإذا بأخبار القاهرة مطمئنة جدا،
وإذا بجنودنا قد عبروا، وإذا بالجيش المصري قد استقر على الضفة الشرقية للقناة، وإذا بأخبار بيروت مطمئنة أيضا، فإن الجيش السوري انطلق من الجولان، وبدت الفرحة على وجه الموسيقار، ورأيته وكأن سنه قد نقص 20 عاما، وكأنه قد شفي من جميع أمراضه، وقال: مش قلت لك فيه تحيز؟ الحمد لله أني عشت حتى رأيت هذا اليوم. سأرسل برقية للرئيس السادات أهنئه، وبرقية للرئيس الأسد أهنئه، هات ورقة وقلم. وكتب البرقيتين وأرسلهما. وفي هذه الليلة لم يخرج من الفندق، وظللنا جالسين نتتبع الأخبار ونشتري جميع طبعات الجرائد، وجلس يفكر في الانتصار، وقال: لازم نرجع على مصر على طول علشان أكون جنب إخوتي الجنود في هذه الأيام التاريخية. ولكن المطار مغلق يا أستاذ فريد، ولا يمكن تسمح القوات المسلحة المصرية باستعمال المطارات المدنية في هذه الظروف. وقال: ده صحيح. قلت: إذا يجب أن تسافر إلى لندن، لأن ميعادك مع الدكتور جيبسون يوم 10/10/1973، وثق أن علاجك والاطمئنان على صحتك عمل وطني تخدم به بلدك. وسكت الموسيقار، ثم تكلم وسألني: طيب وانت حتعمل ايه يا محمود؟ مش ممكن اسيبك لوحدك في بلد زي دي، لازم تسافر معايا على لندن لغاية المطار ما يفتح وترجع مصر معايا. فقلت له: طيب سيبك من الموضوع ده وما تحملش همي. فقال: ازاي ما احملش همك؟ بكرة الصبح انا رايح معاك على القنصلية البريطانية في باريس واطلب لك تأشيرة. وذهبنا في الصباح، وأصر القنصل البريطاني على ضرورة استئذان القنصلية البريطانية في القاهرة والحصول على موافقتها على منح التأشيرة. وتضايق الموسيقار، وظل يفكر في ماذا يفعل حتى يطمئن علي قبل سفره إلى لندن. وبعد 3 أيام داوم على الاتصال فيها بالقاهرة وبيروت، وعرف أن كفة الحرب قد مالت نحو العرب، وأن العرب لقنوا الجيش الإسرائيلي درسا لن ينساه، وأن خط بارليف قد انهار. علمنا أن مطار بيروت مفتوح للطيران المدني، وذهب معي إلى شركة الطيران واستبدل لي تذكرتي إلى بيروت، وقال: اذهب إلى بيروت وابقى هناك إلى أن يفتح مطار القاهرة. واتصل الموسيقار بأخيه منير في بيروت، وطلب منه أن يحجز لي بفندق بريستول وأن يرعاني طوال غيابه عني. ثم قال: يا مدام سلوى، أرجوك تعودي مع محمود إلى بيروت علشان تكوني في رعاية محمود وأنا غايب، وكمان أنت عارفة ظروف المستشفيات وبقائي فيها، وأنا لا أطمئن عليك في لندن لوحدك، ولا أحب أن تكوني في أي فندق وأنا داخل المستشفى، لأني لا أطمئن عليك إلا إذا كنت أنا بجوارك. وعدت مع السيدة سلوى القدسي إلى بيروت، وبقيت هناك، وإذا ببرقية تصل بعد أيام للأخ روبير خياط، وهو من أخلص أصدقاء الموسيقار الراحل، بأن الموسيقار عائد إلى بيروت بعد أن انتهت إقامته في المستشفى واطمأن الدكتور جيبسون عليه. ذهبنا إلى المطار، كل أحباب فريد وأصدقائه لنستقبله، ونزل علينا من الطائرة سعيدا بعودته، سعيدا بنصر العرب. ولمحني بين المستقبلين وضحك ضحكة عريضة وقال: الحمد لله أنت لسه هنا، دي فرصة عمري أن لقيتك موجود في بيروت. قلت: ليه خير؟ قال: خير، أنا عايزك تقعد معايا كم يوم، إن سعادتي لا حدود لها أن أجد صديقا يكون بجواري، وأنت خير صديق. وهذا هو فريد. تغمد الله موسيقار الأزمان الراحل فريد الأطرش برحمته الواسعة، كما أسعدنا بفنه الراقي، وغفر لنا وله، وحتى لقاء آخر مع صفحة أخرى من صفحات من ذاكرة الزمن الجميل. أرجو أن تدعموا القناة باشتراككم فيها، وأن لا تبخلوا عليها بالضغط على زر الإعجاب وبتعليقاتكم الإيجابية المحفزة على مزيد البذل والعطاء. وتقبلوا تحياتي أخيكم نعيم المامون.